العدو حتى الآن يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة، خاصة في موضوع وقف إطلاق النار، أي وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة. حتى قبل ساعات من هذه الكلمة كنت على اتصال مع إخواني الوسطاء، لم نتلقى إطلاقا أي التزام بهذا المعنى. دعوني أقول لكم بكل وضوح أن الذي يتحمل مسؤولية عدم التوصل لاتفاق هو الاحتلال وحكومة العدو الصهيوني، لأنه لا يريد أن يلتزم بالمبادئ الأساسية للاتفاق. ومع ذلك أنا أقول بأننا منفتحون على استمرار المفاوضات. العدو حتى الآن يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة، خاصة في موضوع وقف إطلاق النار، أي وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة. حتى قبل ساعات من هذه الكلمة كنت على اتصال مع إخواني الوسطاء، لم نتلقى إطلاقا أي التزام بهذا المعنى. إذا تسلمنا من الإخوة الوسطاء موقفا واضحا من الاحتلال بالتزامه بالانسحاب ووقف العدوان وعودة النازحين، جاهزين إلى أن نصل إلى استكمال حلقات هذا الاتفاق، وأن نبدي أيضا كما قلنا مرونة فيما يتعلق بموضوع التبادل والأسرى. الفطور لسه مش هنعرف برضه نعمل إشي، اللي بالخيام على الفاضي لسه، اللي بتدور قهوة لما احنا عشان بالخيام، والله ما احنا عارفين نعمل خير، والله ما احنا عارفين نعمل لا ولا أكل ولا شرب ولا عجين، حتى على المخابز بنروح العجين مش عارفين نعجنه. والله متمني الطيارات تقصفني واموت احسن من هالعيشه، مش عيشه هذه اللي احنا عايشينها. وين الدول العربيه؟ وين الدول الاسلاميه؟